الآن نروحوا للمضمون، وش قال في المضمون؟ خلينا نسمعوه. أنا عارف أن أغلبكم يكونوا سمعوه، خاصة أنه محدود، لكن مهم جدا التذكير أحيانا، فالتذكير أحيانا يلفت انتباهنا لبعض الأشياء. خلينا نسمعوا بعض المقاطع وش قال فيها. جيبوها قطعة قطعة، ربما مش كثيرة هي. بالنسبة لفيروس كورونا، الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة، فالشكر لله، والشكر كذلك لكل من ساهم في انخفاض هذا العدد. بالنسبة كورونا، إذن كلش ماشي، تو فا بيان. بالنسبة للكورونا ما كاش مشكل، ما كان لا مشكل تاع المستشفيات المهترئة، لا مشكل تاع الناس اللي عانات، لا اللي ماتوا بالكورونا بغير الكورونا، ما كاش مشكل. كانت 1300، هاي رجعت 500. طبعا الحسابات نتاعهم دائما اوضعوا بينها وبينها 36 ستار، 36 قيمة يعني او قوس. هذه بالنسبة للكورونا. وش قال ايضا، لان يهمنا وشنو النقاط اللي يتكلم عليها. بالنسبة للحياة الاقتصادية، اعتقد ان الامور ماشية، والميزانية تاع 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه، يعني ان لا يمس اي مواطن ذو دخل ضعيف بضرائب جديدة. بالنسبة للأوضاع، أمور الاقتصادية ماشية، كلش ماشي، أمور ماشية تاع الاقتصاد، ما لبس، ما كانش زادوا ناس فقراء، لا ما كانش، الناس حابسة أعمالهم ما كانش، جماعة النقل غارقين وما عندهمش مداخيل ما كانش، كثير من الناس فقدت دخلها نهائيا ما كانش، أمور لبس، أمور اقتصادية لبس. أضاف على ذلك، وبرغم أنهم كانوا قطعوا الفيديو عدة مرات، لكن ارتكب أيضا خطأ يعني، لكن هذا خطأ بسيط، هو يقصد ميزانية 2021، قال لكم شفتوا يعني ميزانية 2021، هو قال ميزانية 2020، يقصد ميزانية 2021، ما فيهاش ضرائب على الفقراء. عجيب، يعني باش تعرفوا بلي عايش في عالم آخر، فيه على الأقل 13 ضريبة. تقريبا كل هذه الضرائب، تقريبا كلها او على الاقل الجزء الاساسي منها، يمس كل الناس، ومرات يمس الفقراء والمستضعفين اساسا. ومن بين الكوارث اللي في الاقتصاد اللي هو عارفه لانه كان هذا يتطبق منذ ان جابوه، هو تخفيض الدينار. اليوم تخفيض الدينار وصل الى 20%، منذ أن جابوه في نهاية في مثل هذه الأيام من العام الماضي، كان دينار في حدود 133 دينار للأورو الواحد في عند في السوق الرسمي، اليوم راح يدور في 161 دينار. يا نهار الخميس نظن أو الجمعة كان 109، كان 159 فاصل قريب 160، واضح انه اليوم راه فات ال 160، معناها حوالي 20 تقريبا 20% تخفيض، وهذه في حد ذاتها ضربة كبيرة للبسطاء وللفقراء، لأن الجزائر تستورد الأكبر غذائها، أكثر ما تأكل تستورده من برا، أكثر ما تلبس تستورده من برا، الأدوات نتاع البناء، الأدوات، الأجهزة، تقريبا كلش مستورد، تقريبا كلش مستورد، قليل جدا اللي مش مستورد، واللي مش مستورد مصنع هو في الغالب مركب في الجزائر، يتم تركيبه أو نصف مصنع، بمعنى أن المواد أيضا يجيبوا مواد من الخارج باش يسطعوا باش يقدروا يخرجوا المادة أو المنتوج، أي أن حتى هذيك المواد النصف مصنعة أو شبه مصنعة راح تتأثر بانخفاض الدينار بمناسبة 20%، 20%. إذن مرة أخرى يظهر أخرى ويستمر في الكذب، يستمر في الكذب ويقول أن مفيش ضرائب على المستضعفين وأن الأمور الاقتصادية ماشية.
شوفوا الامور الاخرى واش قال عليها. بالنسبه للاوضاع